برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس، عقد مجلس النواب جلسته العادية 18 في دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس. وقد استعرض المجلس خلال جلسته إجابات وزير التنمية الاجتماعية على الأسئلة المقدمة من السادة الأعضاء، والتي كان من أبرزها بشأن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبشأن المعايير والأسس التي تعتمدها الوزارة في احتساب العلاوات التي تصرف للمواطنين. كما تم خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقرر المجلس أخذ الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشورى. كما تم خلال الجلسة الموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وإحالته إلى مجلس الشورى. كما تمت خلال الجلسة الموافقة على عدد من الاقتراحات برغبة، وقد كان من أبرزها الموافقة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من احتكار موردي الأدوية عن طريق عدم طرحها في الأسواق بقصد التأثير على أسعارها. حسابات الختامية لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية الموحدة لصندوق لحسابات الخاص والعام، وبتكون من ضمنها الحسابات الاستثمارية اللي تبع نظام أو تبع شركة أصول، بالإضافة إلى التقرير المالي الخاص بحساب التعطل سوف يتم عرضه على السلطة التشريعية. كما تم توضيح السؤال اللي توجه لنا الخاص بنظام خطوة، فتم توضيح الشروط والضوابط الموجودة في نظام خطوة بأن احنا نطبق القانون، وبنكون بنتواصل مع الجماعة كلا على حدة على أساس أن يكملون المستندات المطلوبة للموافق عليهم في ضم خدمتهم السابقة. طبعا كان هذا القانون فرض مزيد من سلطة مجلس النواب للرقابة على المال العام المتمثل في جنبتين، اللي هو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد، إضافة إلى صندوق التعطل. طبعا مثل هذه القوانين كانت المجالس بانتظارها لفترات طويلة، فهذا يعتبر حصاد مجهود وتعب قديم. إن شاء الله احنا نكون قد المسؤولية ونستفيد مثل هذه القوانين اللي تمسكت فيها الحكومة مشكورة. بالفعل تمت الموافقة على المشروعين، واحنا نترقب ان شاء الله نتائجهم خلال هذا الدور. اليوم وجهنا السؤال حق سعادة وزير التنمية، كانت اجابته طبعا جاني الاجابة بكل شفافية ان اكثر من 130 الف مستفيدين من هذا الدعم، حفاظا على يعني مكتسباتهم وعلى يعني ضمن خاصة الايام ارتفاع اسعار السلع، فصعبت ان المستفيد من هذه او ذو الدخل المحدود. فاحنا تمنينا من سعاده الوزير ان شاء الله يعني في المستقبل رفع سقف العطاء او الدعم، لان كثير من الاسر يعني في حاله عندنا سواء دائرتي او دائره اخوه اصحاب السعاده يشتكون من ان المبلغ هذه لا يعني يغطيهم كل المعيشيه.